الانتصارات كلها كانت انتصارات نتاع الشعب، مش انتصارات نتاعي انا. الجزائر انتم تلاحظوا بدون ما ندير حوصله، لان مادام اعلنت رسميا عن الترشح نتاعي لعهده ثانيه تكون فيه لقاء ربما مع الصحافه للحوصله، ولكن الخاص والعام يشهد ان المداخل تاع الدوله تقوات، ان النزيف اللي كان في الخزينه العموميه انتهى، اننا استرجعنا ما كان ممكن استرجاعه من اموال، ووزير العداله اعطى ارقام ملايير الدولارات اللي استرجعناها. اليوم فيه اكثر راحه للمواطن بالنسبه لصيانه حقوقه، وصبح يقوم بواجباته بكل فرح، لان ولا يعتبر نفسه جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع.